موطن مناصرة المظلوم، موطن من كان في عون أخيه كان الله في عونه. نقف اليوم لنشهد على ملف آخر من الملفات التي لا تفيح في هذا الوطن. يوما عن يوم نرسل إشارات على أن هذا الوطن ضاق دمعا بأبنائه بشبابه، على أنه غير قادر على أن ينصت لأصوات المخالفين، على أنه غير قادر على أن يفتح قلبه وصدره وعقله لكي ينصت للأصوات الحرة. لا يعقل أبدا على أن يغير مسار الدكتور أبو بكر الخاري من مكة والمدينة مستقبلا لها باحثا عن تأشيرة للذهاب إلى تلك البقاع الطيبة الطاهرة حتى يصبح نائما ومستقبلا بين أحضان مخافر الشرطة. هذا عيب وعار على أن يكون هذا هو المسار الذي نرتضيه لأبناء هذا الوطن. أثبتنا في هذا البلد على أننا ضقنا ذرعا بأبنائه بشبابه. ملفات كبرى تترى شاهدة على ذلك، ملف التعليم، ملف امتحان المحاماة، ملف الطب اليوم، وملفات شاهدة تترى وتترى وتترى. أبو بكر الخاري هو قامة علمية له كفاءة رصينة، أبو بكر الخاري هو مناضل حقوقي بامتياز، أبو بكر الخاري هو وفي للقضية الأم، لقضية فلسطين الجريحة، حق لأي وطن كيفما كان حاله أو نوعه على أن يفخر بأمثال أبو بكر المنخاري. اليوم نحن مطالبون نطالب اليوم وأمام قصر العدالة أن يحكم صوت العقل وصوت الحكمة وصوت المنطق. كفانا من ملفات اليوم تخدش ملفاتنا الحقوقية، تخدش صورتنا. اليوم نحن مطالبين على أن ننصت لشباب هذا الوطن. اليوم نحن مطالبين على أن نحكم صوت العقل، صوت الحكمة، صوت المنطق. لا يعقل أبدا ولا ينتظر أي أحد على أن المقاربة الأمنية كفيلة أن تسكت أصوات المخالفين، بل بالعكس أثبتت التجارب والتاريخ والسنون على أن المناضلة حظ لأفكاره. أولا حضروا إلى هذه الوقفة بمعية نشطاء وأصدقاء ومجموعة من المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان من أجل أن نستنكر ونشجب ما تعرض له الدكتور بوبكر الونخاري على إثر مجيئه إلى مقر قنصلية المملكة العربية السعودية واستفساره بطريقة سلمية وحضارية عن مآل تقديمه لتأشيرة الذهاب إلى أراضي المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة. ونعتبر بأن اعتقال أي مواطن مسلم في كل بقاع الأراضي الإسلامية ومنها المملكة المغربية اعتقاله من أمام مقر التمثيل الدبلوماسي للسعودية يعتبر اعتداء على حق ممارسة شعائر دينية ومنها أداء مناسك العمرة ومناسك الحج. فالمملكة العربية السعودية عندما تضع مجموعة من ممثليها الدبلوماسيين في الأراضي العربية والإسلامية فهي من أجل تسهيل حصول المواطنين العرب والمسلمين على كل حقوقهم لولوج هذه الأراضي، لأنها أراضي مشتركة وأراضي هي أراضي العرب والمسلمين. جينا هنا اليوم قدام القصر تريبونال فان البالي دو جوستيس ياك، كنتسناو شنو غادي فان زعما غادي يقولوا لنا بالنسبه للدوسي ديال الاستاذ بوكر، ولكن اصلا ما فهمناش هاد الاعتقال، ما فهمناش هاد لا فاسون باش كيهزوا بنادم ويجوا الناس ويمشي يومين هادي دابا باش معتقل. دونك كان ضروري نكونوا هنا باش نعبروا على الغضب ديالنا، باش نعبروا على التضامن معنا اطلاقا على استاذ بوكر اللي كنعرفوا الرجل زعما اش نقول لكم زعما اي واحد سولتي على سي بوكر راه كيعرف كيفاش يهضر، كيعرف كيفاش كيتبوزا اب اسره، وزعما وحطينا فيه في شكل زعما كيتخالف على سميتو على المناضلين الاخرين.